أيها السادة المشاهدون، مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. ولكن كدأبنا نرحب في البداية بالضيف في هذه الحلقة، السيد أبو بكر محمد عبد الله بركو، رئيس اتحاد التلفزة الخاصة بإفريقيا ومؤسس مجموعة إدارة النصر أو مؤسسة النصر للإعلام، نرحب به في هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار. أستاذ أبو بكر، نحن سعيدين جدا أن تكون ضيفنا في برنامج قضية للحوار في هذا اليوم. مرحبا بكم، وأنا أقول لكم كل سنة طيبين. وكل سنة وأنتم بألف خير أعزائي المشاهدين. بمناسبة العام الجديد عام 2018، نتمنى أن يكون عاما سعيدا وعام يدر الخير على بلادنا وعلى كل بلاد العالم. قديما قيل إن الإعلام هو السلطة الرابعة، ولكن اليوم أصبح الإعلام ينافس السلطة الأولى، وذلك لأنه أضحى بإمكانه تغيير الأنظمة في ليلة وضحاها، ولا يتأتى ذلك إلا بحرية التعبير. ولهذا تعد حرية وسائل الإعلام من بين أهم مكونات الديمقراطية ومؤشرا مهما على ديمقراطية النظام. نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن المؤسسات الخاصة في تشات، مؤسسات الإعلام. نتحدث عن التلفزيون، نتحدث عن الراديو، نتحدث عن الصحف أيضا، نتناولها من جميع الجوانب. في الآونة الأخيرة اشتد التنافس في ميدان إنشاء المؤسسات الخاصة، سواء الصحف أو الإذاعات الإقليمية. لا نعرف ما السبب في هذا التنافس، حتى الصحف الإلكترونية أيضا دخلت في المنافسة، وفي هذه السنة أيضا كما شاهدتم وتابعتم في الحاشية كرمت صحيفة إلكترونية. هذا التنافس لم يأتي عن فراغ، نتحدث عنه مع أستاذ أبو بكر عبد الله برقو، ثم نتحدث عن تقييمه العام لوسائل الإعلام الخاصة. وهناك في وسائل إعلام ظهرت في الساحة التشادية ولكنها اختفت، لا نعرف سبب الاختفاء. في وسائل إعلام تقاتل من أجل البقاء، ليس لها تمويل، ليس لها دعم، ولكنها تقاتل من أجل البقاء. حتى الدعم من ناحية الإعلانات والدعايات شبه مفقود، لأن ثقافة الإعلانات في بلدنا قليلة جدا أو شبه مفقودة إن صح التعبير. لا نعرف لماذا التجار وأصحاب الشركات وأصحاب الأموال لا يسارعون في عملية الإعلانات، ودي موجودة في جميع دول العالم. في جميع دول العالم في ميزانية خاصة لأي مؤسسة، ميزانية دعاية وإعلان، لكن الدعاية والإعلانات في تشات الناس ما عندهم الثقافة دي. السبب شنو؟ وكيف عشان نسعى نحن كإعلاميين أو كإعلام خاص، كيف نسعى لحس أو حتى الإعلام العام، كيف نسعى لحس التجار وأصحاب الشركات عشان أن يأتوا ويتنافسوا في عملية الإعلانات دي؟ عملية مهمة جدا. مؤسسة النصر للإعلام دي مؤسسة طبعا لا أحد ينكر ما قدمته للساحة التشادية في مجال الإعلام، سواء الخاص أو العام. اليوم في كل مؤسسة لديها من تدربوا في هذه المؤسسة، لكن الناس الذين جاءوا إلى النصر تراهم في حين إلى آخر يفرون من النصر، أو كمان يذهبون إلى مؤسسات أخرى. هل أن النصر ما عندها إمكانية لأن تحتفظ بمذيعيها وبكوادرها، ولا السبب في رغبة الناس أن يتحولوا من مؤسسة إلى أخرى؟ السبب الثاني، مؤسسة النصر أحيانا بيشوفوها موجودة ولكن بتختفي، سواء الإذاعة أو التلفزيون. السبب شنو؟ هل السبب تقني وفني، ولا السبب كونه قد يكون الميزانية أحيانا قد تكون غير كافية لتسيير عملها، فثم تغلق، فإذا تسرت الميزانية تفتح أبوابها. طبعا لدينا أسئلة كثيرة جدا نوجهها لأستاذ أبو بكر عبد الله برقو، وهو بصفة أيضا رئيس اتحاد التلفزة الخاصة في أفريقيا. اليوم يترأس التلفزيونات الخاصة في أفريقيا، فذي أيضا منصب كبير جدا، نتحدث عنه عن هذا المنصب وعن أهداف هذا المنصب. وحتى الآن هو ما زال الرئيس لهذا الاتحاد، وهذا شرف لتشات أن يتبوأ أحد أبنائها هذا المنصب في أفريقيا. أستاذ أبو بكر، أنا دائما في البداية أتحدث عن المواضيع التي يمكن أن نتناولها في الحلقة، وخلينا نتحدث باللغة الدارجية البسيطة عشان الرسالة توصل إلى المواطنين. بداية نريد أن نعرف تقييمك العام بالنسبة لوسائل الإعلام الخاصة في تشاد والدور الذي تؤديه. أولا شكرا لك على التقديم والكلام الصحيح. طيب،
تقييمنا بالنسبة للإعلام الوطني أو اللي نقدر نقول الحرة والحكومية في إطار هذا مجال عمله، أنا نقول لا بأس فيه. إذا قارنا بالأدوار أو المراحل اللي مر بها الدولة التشادية كدولة حروب كدولة بتاعت نزاعات من الحرب الأولى بتاعت فور الإناث حتى 1990، نقدر نقول حتى دي فبريه دي نقدر نقول يعني فات الإعلام في تشاد بعجلة بمفهوم تقدر تقول العاملين فيها أنه عندهم الرسالة دي يودوها. إذا قارنت بحياة سياسية نقدر نقول لك تقييم لا بأس فيه. إذا قارنت بدور الإعلام في تشاد والفترة الزمنية اللي مر فيه الإعلام في تشاد، لأن تشاد مرت بظروف عصيبة في الفترة اللي فاتت، حروب طاحنة خلفتها نقدر نقول أي ما دار نسميه، ولكن من حرب الأولى اللي هو فور الإناث نقدر نقول بمرورا بالحروب الليبية التشادية والحروب الأهلية دارت في أقصى شمال وحتى نقدر نقول دي فبريه، يعني ما خلت تشاد تكون استقرار. يعني جزء من المساهمة بتاع السلطة الرابعة هو الاستقرار، صحيح بخلي أنه حريته كده. برضو السبقة الإعلامية الموجودة في تشاد في صحيح من 63 القانون صنع له عندنا قانون، والقانون التشادي الإعلام التشادي ما بهزبوه دول كثيرة في اعتبار الحرية البتاع حاجات كله، لكن أنا إحنا فترتنا بسيطة. أنا إحنا أول تلفزيون ينشأ في تشاد سنة 87 ألف هو التلفزيون الوطني، وكانت أرضي لا فيها يوجد فيه تلفزيونات ولا فيها حاجة، المنطقة مقفولة إذا كان قارنت بمساحة دولة تشاد. صحيح. بالإضافة لده كانت صحف معدومة اللي في إلا في 89 90 ظهرت صحيفتين اللي هم جمعنا بي إبدو والبحيرة. الناس كثير كانوا ما بعرفوا صحيفة البحيرة مالكه أخونا كبر ربنا يطيل في عمره، يعني كانت صحيفة العربية الوحيدة، يعني كانت صحيفة الوطن بتطلق لسان الدولة أو لسان الحزب الحاكم، لكن كانت الصحيفتين دي فقط يومين بيبدو رسالة بزاكو والبحيرة. بعد ذاك اتكرر الحدث سنة 90 زي ما أنت كبير قلت، إذا كان المساهمة كل يوم بتنشي بتاع معناته في دفع عجلة، يعني تقييمنا ساهم في كل الحياة الاقتصادية والسياسية والقانونية والأمنية الموجودة في تشاد، سواء كان بطريقة تقدر تقول ما مهني، لكن قدروا رسلوا رسالة على الدولة التشادية. بدليل تقييمنا أنه إنسان برزه في فترة وجيزة تقدر تقول من 2009 لحد اليوم صورة تشاد للعالم، لأنه كانت صورة تشاد للعالم صورة بجوه الإعلام نقدر نقول المجلوبة، أو بجينا من برا عشان يصور منقول صورة شكل سيء عن تشاد، الناس أعراء ناس كده، لكن يعني دينا هي كل الإعلام بشقيه الحكومي والحر رسلوا صورة السمحة لتشاد للعالم، لأنه لحد سنة التسعينات أو 97 96 كان بيصفونا في الخليج أننا ناس دمفارة، في حين أنه في السعودية وإنت مشيت حاورت معهم شفتهم في مهندسين وفي دكاترة وفي خبراء في البترول في كل المجالات. يعني أنا هنا الفقه زول بلحقنا ما في دول الخليج، لكن العكس تماما، كان الإعلام بيسفينا كده. بعد ما الإعلام قدر دخل على جالياتنا في الخارج برز الصورة السمحة للتشاديين الموجودين في لقينا في حقهم، صحيح. والآن جاليات كلها تشارك بنفس القدر، الصورة بتاعت تشاد السمحة جوا هنا لشخص التشادي زمان بيشوفوها أنه شخصية بتاع سكين وبتاع حروب وعنف ويقول لك خلينا من التشادي، لكن العكس تماما، الإعلام قدر أكد صورة. والآن أكثر دولة أفريقية بصراحة بكل صراحة مواطن البسيط بيشتاق للكاميرا التشادي، تهدي كاميرا زول تهدي طوالي ما أعرف بيبتع، لكن الباقيين يقول لك حتى مسؤول يقول لك لا لا يا أخي أدوني المحاور، أنا كده وأنا خايف كده. دي الإعلام رد أسوأ. بالإضافة لده الصورة الأمن القومي التشادي أكثر الإعلام، وده بكل صراحة بقوله، لولا كان التلفزيون الوطني والنصر والإلكترون ما نزلوا على التساليد وبأراد مناطق المالية ونجي في بوكو حرام، رسلوا الصورة بتاع الجيش الوطني التشادي ومدى بطولتهم، الإعلام حقنا هو اللي قدامه هو القيم الجيش
عشان نقدر نقول نقيم أن الوضع الجانب الإعلامي وصل رسالته. يعني ما من مجتمع ما بخلي من حاجات صحيح. يعني من خلال كلامك نستنتج كونه بصفة عامة كده الإعلام التشادي تقييمك له تقييم إيجابي. يعني زمن صورة تشاد في الخارج الناس يروها صورة سلبية وبلد تنتشر فيها الأمراض والحروب وكل شيء، لكن الإعلام التشادي استطاع أن يعكس للعالم كونه بلدنا لا ليست بلد حروب ومجاعات كما قلته، فهذه هي البلد. هذه من إيجابيات الإعلام التشادي. لكن إذا كان تحدثنا عن أسباب انتشار الإعلام مؤخرا في تشاد سواء الصحف أو الإذاعات الإقليمية، كل يوم يفتتح إذاعة أو إنشاء صحيفة، السبب شنو؟ في مؤسسة بسموها مؤسسة المجلس الأعلى للاتصالات. المجلس الأعلى للاتصالات عنده إمكانيات وعنده قوانين وعنده بتاعه بتأسيس البتاع. مرة تجي بقول لك يا أخي البروكرير جنرال هو بدي تسريع كويس، مرة بقول لك يا أخي الوزارة الداخلية بدي تسريع. ده في الفترات الفاتت نعم البروكرير جنرال نعم بدي تسريع، لكن ما بعرف وين القوانين، وين الحاجات الإنسان دي، هل هو صحفي اشتغل وين، السيرة ذاتيته عشان ندي صحيفة تصديق، ممكن نزول من الشارع عمل صحف موجودة كويس بنفس القدر. يعني الحيسسة الجهة المنظم يضبط العملية، المفروض يضبط العملية ويكون بقرارات صارمة في الفترة الأخيرة. نعم قلنا عشان الكلام اللي قلنا لك الإيجابيات عشان الناس يشاطرهم، عشان يكون الإعلام بكون حرية الموجود، حرية الإعلام الموجود في تشاد لا يوجد في أي بلد حرية الإعلام في تشاد موجود، لأنه دخل انفلات وبيقى معكلة بتاعت مصاريف. يعني واحد فيهم يعمل لك جريتين ثلاثة عشان نلقى فيهم 100-200 بتاع. في واحد مسؤول بدي 40,000 ريال بقول لك امشي يا اخي حارب علي قدر قدر مقابله ده دخل، مش انا احنا الاعلاميين برام المسؤولين، وبقول لك بصوت عالي مسؤولين وخاصه الفرنكوفونين انشوا صحف عشان يتضاربوا بيناتهم. قريبا 9 صحيفه موجوده فرنسيه الان بيملكوها وزراء وناس متخصصين مسؤولين وتجار بيمولوا الصحف دي عشان بيقدروا يتضاربوا فيه في داخل الاحزاب في داخل البتاع عشان يتضاربوا فيهم. وهل دي مهنيه؟ مهنيه وين ما انفكت المهنيه. دي خلى انه اخواننا وربنا يخليهم يتابعوا الكلام ده عشان يقدروا ينصحوا بعدهم بيقوا مدراء صحف، ما يخلوا الناس يستغلوهم عشان بس عشان بتاعت نص عدد فقط. واذا ما طلعت ذات بنش بيجيب لكم بوكاسيون صحيح، يقول لك يا اخي انا عندي مع بتاع فلان ده نتحدث عنه في ثنايا اثنين بناخذ اصحاب يعني رفقانهم ده الميمان لا يتعلمان ميمان مسيب ومسيب مسكر. دي خلى على صنه هم بيقوا ما في مناهج اكاديميات اعلاميه موجوده في تشاد، الناس ما قروا اعلام من خلال المحنه من خلال الموهبه دخلناه السوق، لكن السوق ما قلنا يمشي بنفس هذا الفوضى. تمام الكلام ده نتحدث انه وده كلام خطير جدا وكلام مهم، ولكن انا داير نعرف بس يعني هل هو كونه تسهيل عملية الحصول على الترخيص للمؤسسة هو اللي جعل الصحف دي تلقى كثير، ولا شنو اللي خلاهم كون الناس ذاتها يفكروا في إنشاء صحف، ولا المجال اللي يقول في تشاد اليوم أصبحت حرية التعبير مكفولة وحرية دي هي اللي جعلتهم كونوا أي واحد يفكر في إنشاء صحيفة؟ لا العكس تماما. اولا اطال للخريجين يعني تقدر تقول انا من التربيه والتعليم او بتاع ما نلقى فرصه نضطر نمشي لي للاعلام وننتر او انا كان كنت نكتب عمود، ده كلام ده اخواني كثير ما يقولوا استفزاز يعني ما بقصدك مثل يعني عمود في حته معينه او كده نمشي لي مؤسسه اعلاميه. دي خلى اصلا ما كلهم كمان في واحدين ضحوا زي ما انت قلت في مقدمتك ضحوا ولا زال يعني قاعدين يضحوا من اجل البقاء. وبالفعل عندهم ما نقدر نصفهم 3 ناس. المجموعه الاولى المجموعه المسيريه اللي عنده من الموهبه وهو سواء كان قرا ما قرا مسير اصلا يوصل رساله. في مجموعه داير تثق من دي مصاريفهم وفي مجموعه برضه داير بس زي ما قلت لك المجال بتاع انه ما في مجال فرص للعمل ومجال كده وبيلقوا اسهل جهه الناس ممكن تلقى من شيء يعني مصاريفه ضد الحصر. ما فيش مشكله. هو اذا كان الانسان مثلا ضاع بك الدرب ولقيت لك درب تاكل فوق ولا لقيت لك درب يمشيك ما ممكن تمشي فوق اي درب، لكن وده الحقيقه طبعا والكلام ده ينطبق في الصحف الخاصه والعامه حتى التابعه للدوله. كثير من الناس الذين ضاع بهم الدرب جاءوا دخلوا في المؤسسات العامه التابعه للدوله. خلينا نتحدث عن مؤسستكم، مؤسسه النصر للاعلام اليوم تقريبا عندها 17 سنه ان صح التعبير، يعني منذ انطلقت في مباشرة العمل، وإلا فهي من تأسيسها أكثر من ذلك منذ 21 عاما. مؤسسة النصر في البداية لما أنشأتها الهدف من إنشائها كان شنو؟
اولا مع استاذنا كيفلكسر هنا، اول جمعيه ناطقه بالعربيه تم تاسيسه سنه 92، جمعيه مثقفي اللغه العربيه 92. تمام. نترحم للروح الشهيد المهندس يوسف بريمه والاخ بشير السماني. تمام. على طول جينا اسسنا في نفس السنه جمعيه وسميناها جمعيه التشاديه لتطوير اللغه العربيه، وانا امينها العام لها حتى الان، والاستاذ عز الدين مكي امين الاعلام والمكتب طويل. ده من 92. من 92 فكرنا، لانه كان ان احنا في 92 91 الفرنكوفونين بيسمونا ان احنا المعلم، انت معلم. حتى في الاذاعه الوطنيه الكومنيكي بيقولوا والله معلم فلان. مهما مؤهلاتك مهما بتاع بيشوفوها انه مش اللغه العربيه درجه اولى، بل انما درجه سادسه. وحتى في المناسبات ما بدون اي قيمه. العربوفون ده كلام بقوله على الملا، وناس موجودين والان احنا نافسناهم واعترفوا باخطائهم، مسؤولين كبار في الدوله. دي خلانا لصنع ان احنا ننشئ مؤسسات عربيه. والمؤسسات دي نقدروا على الاقل نساهم فيهم. وده ولدت مؤسسه النصر من صلب الجمعيه التشاديه لتطوير اللغه العربيه. اسسنا اول صحيفه باللغه العربيه. ما اول صحيفه في تشاد، لكن كصحيفه في كمؤسسه من المؤسسه اول اللي هو صحيفه اللغه العربيه اللي هو صحيفه النصر. وكنا نطبع بالرونيوم في وقت ذاك ما في مطابع ولا طايبيس، ما في في كل سنتر ونوزع سنه 93 93 لحد 95 96. وجاءت الجمعيه الناطقات باللغه العربيه. دي خلى المرحله هنا كمؤسسة، يعني دي ممكن نقول دي بدايه انشاء مؤسسة النصر. ومعظم المؤسسات العربية تم انشاء النادي الثقافي الليبي، وبقت يعني كان دعم ثقي. دي اللي خلى الثورة الثقافية العربية دي قبل ما شيخنا حسين حسن بكر الله يطيل في عمره يفكر في تأسيس جامعة فيصل. كان قبل الفيصل دي المؤسسات اللي كان بدعم جامعة مؤسسة حرزاي، الجيل، فيصل، عندك الكويتية، الحتات دي كانت ركيزة مرجعية سياسية. المؤسسات دي تقدر تقول دعموا، يعني كانوا بعيدين من الحساب. طبعا انا خلينا قبل ما تكمل كلامك، يعني انا اللي فهمته من كلامك كون مؤسسه النصر بدايتها كانت هي لمسانده ودعم اللغه العربيه، ولا زال حتى الان. تمام. وليوم الدين. تمام. اها، الاهداف من انشاء المؤسسه زي ما قلت لك نساهم ولو بقدر دعم الثنائيه اللغويه في تشاد. تمام. دعم الثنائيه اللغويه، تشجيع المؤسسات العربيه. دي خلاني واحد من الحاجات اللي لا زال حتى الان انا ما داري جيت اللغه الفرنسيه بطريقه البتاع، لانه في النهايه اللئيم اللي ما بيحترمك لابد احترامه بقدر الموجود فيه وتمشيه. تمام. لانه ما دام لغتين رسميتين في البلد أنا هنا نتعامل باللغه حتى بس حتى هم يكونوا عن هنا يعرفون عن هنا ذاتنا معاهم سوا في صحيح. حقوق والواجبات في الوطن. صحيح. نعم. تمام. دعم الثنائيه اللغويه ده كان من اهدافكم الاساسيه لمؤسسه النصر، لكن من خلال إنشاء مؤسسة النصر ومسيرتها الطويلة من صحيفة انقلبت إلى راديو، فحدثنا كيف من الصحيفة تحولتم إلى راديو؟ كنا في الصحيفة نحن ما شاء الله، واتنقلنا جهد ثقافة بتاعت الإف إم. تمام. وتم تأسيس أول إف إم في تشاد اللي هو جاء إف إم، وكان البشرى والتهية لأخوتنا زهرة يعقوب. المنطقة مقفولة، والوسائل التواصل كان مقفوله الا فصل وصل الاذاعه فقط. عشان كده التليفونات الناس بيقدموا تهانيهم لناسهم، لانه كان زمان في اذاعه الوطنيه تمشي تقدم عشان تهنئه لزولك تدفع رسوم، لكن هنا ب 20 ريال تقدر تهني لاسرتك كله. بقى انشا نادي بيسموه نادي مستمعي جاء اف ام. دي شجعنا ان احنا قلنا نساهم بقدر المجموعه دي، لانه كان حتى زهره في البدايه حاربوها، بيقولوا اذاعه كنسيه وما كده وما ادريكم، وكان في ظاهره بتاعت ختان دي خلت شوش زهره في الساحه الجانب العربي. عشان نفهم المجموعه دي ان هنا تم انشاء سنه 2001 اذاعه النصر. اذاعه النصر تم تاسيسها 2001. وده جاء ثاني اذاعه بعد جاء اف ام، وبعد ذاك ان هنا جانا ليبرتي. ومؤسسه النصر والناس كثير السر ده ما بيعرفوها، يعني احنا ما نقدر نساهم
بنشر اللغه العربيه وتثقيف اللغه العربيه في شارع يعني هنا منون فوضنا. عشان ده شجعنا المجلس الاعلى لشؤون الاسلاميه وجهه الراعيه للمسلمين فكره تاسيس اذاعه قران الكريم عشان يكون هو الراعي بتاعنا، ولا زال حتى الان جميل. في علاقه وفي كده كلام جميل. الانتقال من من من, من الاذاعه الى التلفزيون. نعم، فكرنا انه ما بتقدر تمشي القمر الا ما لم تعمل انت سنتين عرضي عشان التصديق. اي واحد هسه طبعا كونه واحد بيقول بشوف التلفزيون التشادي، النصر ما بتقدر التلفزيون التشادي تلحقه مهما كلف، لانه ده تلفزيون الدوله وده على مستوى الدوله. تصديق للتلفزيون القناه ما بدوك الا ما لم انت وعندك تلفزيون ارضي. صحيح. والتلفزيون الارضي ذاته انت كيف يعني قال يعني راس مالي كبير جدا. بالفعل ان احنا في 2007 قدرنا نؤسس في بوليلو وانت كنت قاعد فيه، واسسنا قناه تلفزيون ارضي. والتلفزيون الارضي وكنت انا ما عندي فكره اصلا اني امشي الى القمر. لكن من خلال تشويش كان المساحه قريبه للتلفزيون شات والتلفزيون النصر الارضي، وكان الاثنين كلهم بيشتغلوا بالانتنة الخارجيه. بيعمل تشويش. تداخل التداخل في في البتاع في الزبزبات في الزبزبات. جاني رساله من ناس ال رساله الجوي اللي هو عندك الاناد، بقول له صرنا ندفع لهم في السنه 11 مليون لانه طائرات الجايه وبتاع دي، لانه قاعد نعمل لهم تشويش. ده في جهتنا. برضه جاني رساله من تلفزيون التشادي، أنا صرنا بعمل تشويش. وحقيقة وكانوا كداك أخونا حسن هو المدير مدير قسم فقط. بعد ذاك جابوا مقال في تلفزيون في قناة في صحيفة ليفروغري، أنا صرنا الزبزبة حقنا من 95.7 بتعمل كده، في حين أنه في الوقت ذاك لأنه تلفزيون الدولة جاهلت الحيثة ما مديوه. يعني احنا حاجات كثيرة ساهمنا دي خلى لصنه أن احنا نخلو الأرضي عشان ما نجيب بتاع تشويش، نضطر نمشوا للقمر. للقمر. لا قبل القمر رحلت من الحته مشيت حته ثانيه بسموه تعبت جدا يا استاذ علي عشان من اجل البقاء زي ما انت قلت. عشان ما نجيب تشويش للتلفزيون بتاع احتمال يكون المحل قريبه. اضطريت مشيت شارع 30 شارع الجنرال علي ابراهيم تفاديا للدخول التداخل التلفزيون الام وكده، لانه الاخبار ذاته الرئيسيه هنا بناخذها من التلفزيون الام. اذا احنا بنعمل وبتاع برضه بكون في اتفاقياتنا حاجاتنا بكون ما كويسه. بدأ مشينا وبالفعل اشتغلتها تمام. بعد ما ذهبتوا خلاص الاشارات ما بدات تتداخل صح؟ ما تتداخل البس بيجي كويس. لا كويس يعني ما في اشاره تطلع ما في اشاره ما في. كلام جميل. لكن الانتقال استاذ ابو بكر، الانتقال من التلفزيون الارضي الى التلفزيون الى القمر الصناعي هذا مكلف جدا. القمر الصناعي يعني تدفع له سنويا مبالغ ملايين جدا. الكلام ده لما فكرتوا فيه هل كان عندكم ميزانية كونه تستطيعوا أن تستمروا لدفع القمر الصناعي حتى ولو نايل ساد لوحده؟ نعم، عندنا ميزانية. ميزانيتنا توكلنا على الله سبحانه وتعالى. ميزانيتنا أن احنا المبادئ والإصرار من أجل البقاء. تمام. لأن الزمن ما بقت القروش إلا بكون ميزانية في البنوك. صحيح. العلاقات هي الأرصدة. الكلام السمح هو الأرصدة. تقديم الشيء السمح هي الأرصدة. سبب من أرصدتنا أن احنا من قوانيننا وبتاعتنا في داخل مؤسسة النصر لا نتداخل في شؤون الإثن القبلي والعرقي، لا نمس كرامة شخص، لا نمس موضوع الدين، لا نمس موضوع الدول الجوار، بل إنما نقارب الفكرة على صنو نقارب بين السلطة والإعلام من أجل شعوبنا. لأنه بعد ما جاء الربيع العربي ماذا جرى في دول الربيع العربي والعالم حولنا، دي خلانا الرصيد بتاعتنا. الدولة بيساهمنا بأفكاره. صحيح. أصدقائنا بتاعه في السنة أنا ندفع 370 ألف دولار سنويا للنصر. وأنت قلت لي مرة من المرات ممكن تضغطي. نعم. ما حسى الكلام ده قبل سنة سنتين، لأنه ليش أنا خطيت خطة ما دار نخش في الديون. صحيح. الآن النصر ما عنده دين في أي بنك من بنوكه. ليش؟ لأنه أنت ما دام عندك الإصرار لو عملت في إشكالية بتاع البنوك تخش في مشكلة. صحيح. عشان كده خلينا لصنه في الوقت البتاع ممكن كده، لأنه في النهاية
تمام تمام. خلينا نجي لأداء التلفزيون، لكن خلينا نرجع قليلا لأداء الراديو. راديو النصر كان 2004 2005 2006 ده هو الراديو الوحيد في العاصمة جميعا، الناس كلها بتقول النصر، سواء في الأخبار بتابعوا النصر، سواء في 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 البرامج الحية بتابعوا النصر. ولكن في الآونة الأخيرة أداء إذاعة النصر قل، أداء إذاعة النصر قل كثير جدا ما مثل زمان، السبب شنو؟ أستاذ علي، أولا نزول وكبر بكون فكر كويس في تفكيرنا، نحن ندو مجال ما دام في 49 إذاعة موجودة، من 49 موجودة في جادة 11 إذاعة موجودة في جمينة، نخلي مثال للناس الثاني، ما كله توالي مؤسسة النصر إذاعة وصحيفة وقناة وتلفزيون، لا 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 لا، ندو مساحة. اثنين شيخ علي، نريد يعني الناس كثير، وانت اعلامي ودرست في مصر وام الدنيا وام الاعلام في افريقيا، تقدر تعرف كويس كون اداره مؤسسه، يعني انت عندك مجله عرفته صحيح اعلاميه صعب جدا. مجرد كلمه حيودي مليون 60,000 داية، وبقى موضوع دول وموضوع علاقات وموضوع كده. والحمد لله في خلال مسيره 21 سنه لا زال احنا ما دخلنا حافظين عليه. عشان كده ما نقدر في اداره الشغل ما طوالي طبعا تفرق انه قناه اذاعه النصر زي ما انتم كنتوا قاعدين فيه عشان يكون نفس الحيبه ونفس البتاع. السبب، السبب شو؟ السبب الميزانيه ذاته ما قدرت تفرق للشغل. ده مربط القرص. اسمعني، عشان كده رابطينه الان موجوده، والان حلينا مشكله الناس ما فاهمينه، وانت بالذات انتم بالذات المرحله اللي فاتت واتساب والمراكز التواصل كده الناس ما عارفينه. الاذاعه الوحيده توصل برنامجه للمواطن الان نربطوها بالتلفزيون. الما عنده تلفزيون بسمع الاخبار الموجوده في التلفزيون. اللهجات المحليه نربطها من التلفزيون للنصر. صحيح نعم، الشارع هو البقيم، المحللين هم البقيم. احنا نفتكر انه خطوطنا ثابته ما لم هو حي واقف على الرلي. تمام تمام. حتى الان انا اظن انا من دورك تجلي في الدرب كده، لكن لسه ما جيت. لا درب اقول منه والله ما متهرب منه اطلاقا، لسه ما جيت. انا داير نعرف بس، هي اذاعه كانت اذاعه ممتازه، صغير كبير كل سالته بقول لك النصر، من نستمع الى اذاعه النصر، نستمع الى اذاعه النصر. الاذاعه حتى الان اظن ما كانت واضحه زي زمان، السبب، السبب شنو يا استاذ علي؟ السبب اولا الطرفه الاعلاميه اللي حصلت في الفتره البسيطه، الطفرة دي، الطفرة دي بيخلي ما النصر وهيدو كثير من المؤسسات الإعلامية دعت بقت انقسم الشارع بتاع جمينة، ممكن واحد يسمع إذاعة البيان والثاني الطيبة والثاني إذاعة القرآن والثاني كده، زمان محصورة ثلاثة أربع إذاعات فقط، الآن 11. تمام، الآن 11، عشان كده قل أدائكم، لأن الناس بعض المستمعين انتقلوا. لا انت تقول قلة، لكن انا ما اعترف بانه قلة. انا قلت لك الخطه الاعلاميه البرمجيه اللي انا عندي، نصير كيف نصيره مع القناه سوا. اثنين، اذا مشت سمعه القناه سمعت مشت سمعه المؤسسه، اذا مشت سمعه القناه سمع المؤسسه، بقصد كده. تمام، ما هي كلامك جميل جدا، كلامك ممتاز، لكن ما هي زمن لما نقول 102.1 إذاعة النصر المستقلة، كل واحد بيسأل إذاعة كده بلقاها على طول طوالي، والإذاعة شغالة فل، لكن في الآونة الأخيرة الإرسال، حتى الإرسال، حتى الذبذبات الصوتية شوية قلت. أنا هل عندكم مشكلة في التقنيات؟ هل عندكم مشكلة فنية؟ هل عندكم مشكلة في الذبذبات الصوتية؟ السبب شنو؟ الإذاعة ما بخليها واضحة زي زمان. اسمعني أنا الكلام ده قاعد بقول لك، وكنت تربطه بالتلفزيون الأم حسن، أنا أديك مثال ما تقدر تعمله. تلفزيون الأمة اليوم ما تقدر تجيب لك إميسيون ساعة كامل بالتليفون تقدر تناقشه مع الناس. صحيح. يا صبوا لكم يا بتاع يا قفلتوا. صحيح. لو بيجي بكريدي. بكريدي. ما بكريدي، التليفون العادي ذاته. صحيح. ما خلاص فيه المعارضة، فيه أشكال، وأي زول بوجه نظره، وبحد ما حتقدر تقول أي كلام. الكلام ده فرندا. تقدر. دونك الكلام ده أنا هنا وكنت نجي نربطه بالتلفزيون ما بجي سوا. مشكلة فنية. مشكلة فنية. أيوة. يعني الربطان بالتلفزيون ده قلل الآن درجة الزمنية. ليش؟ تمام. ليش قول لي؟ ما هو مربوط الآن هنا. معناته بينقص من المساحة بتاعته للأريا بتاع جمينة أو الأريا الفيول بتاع. عشان كده ما بيجيك صافي، إذا هو براه وكده صافي زي بتاع بقى. نفس الديبول، نفس البتاع، نفس الحتة ونفس الإمكانيات. تمام. لكن الإشكالية ربطتنا يعني هنا بالقناة دي بخلي أنه ما تلقى بنفس الوضع. تمام، خلينا من الاذاعه، عرفنا خلاص اسبابها والسبب اللي خلاها اداء امالها يكون زي الحاله الموجوده فيها دلوقتي، الحاله الموجوده فيها الان. بالنسبه للتلفزيون، تلفزيونكم شغال زي الفل، الناس بالشاهده ما فيش مشكله، لكن
عملية الإنتاج وإنتاج برامج جديدة، هل في هذه الناحية أو في هذا الجانب عندكم أي مشكلة؟ أنا هنا حسب قدر لحافنا يا أستاذ، وأنت في قريتها في مصر. هلا أدي لحافك مد رجليك بس. تمام. تمام جدا. ومن الملاحظ أيضا في بعض الناس بتقول لك النصر كمؤسسة خاصة لها ميزانية خاصة، وطبعا المؤسسات الخاصة معروفة طبعا بتمول نفسها بنفسها، والكلام ده هيؤدي إلى إشكالية كبيرة جدا خاصة في الاحتفاظ بالموزعين. يعني أنت ما تقدر تحتفظ بموزعين وتدفع لهم شهرية ما لم يكن لديك آئت، وأنت الآن لديك موزعين معاك وبيشتغلوا معاك ما شاء الله بيشتغلوا معاك. هل كثرة الموزعين ممكن أحيانا تشكل لك إزعاج في دفع رواتبهم؟ العكس تماما، وأنا ما سميت يوم، وفي خطى ثابت، عندي منتصبين، عندي ثابتين، أنا ماشي في خطى ثابتة وما سميت إشاعات على صنه الدفع ما دفع. وأحسن مؤسسة في 2017 ما حظة لحد ما أكملنا، والحمد لله أن نحن في حسب خطتنا، لأنه القناة ما اتقطعت ولا ساعة. والآن تبص من جمينة ومن الأردن، وكثير من الناس ما عارفينه. القناة النصر أيوة، الآن عنده مكتب في الأردن في مدينة عمان، الآن على مدار 24 ساعة لأدت أسباب. الكهرباء مشكلة هنا في جمينة، يعني كل وقت زمان الشباب كانوا شغالين كل دقيقتين الكهرباء تتقطع وخلاص تطلع من الاس ان جي، عشان ترجع ديل بزعجوك يقرموا $5,000 في الشهر في القطعة الواحدة. عجيب. اثنين برضو عندنا إشكالية. إشكاليتنا وين؟ في الخريف ولا في بتاع تقدر تقول شدرة دقت وحاجة بتاع تخش إشكالية. الشباب ديل على مدار 24 ساعة زمان بنوموا 6 ساعات، كله 6 ساعات، وخبرات ما عندهم. شباب نجيبه نودوه، ودينام دربناهم في دبي وفي السودان، ودينام في الأردن، ودينام في الكويت، في النهاية برضو في أداء بتاعهم ما لدرجة لك. واحد يقول لك أنا نايم حتى الإرسال نتا نتا شنو يأخذ؟ ما مسؤولية. مسؤولية دي خلانا نربط ب الأردن. والآن على مدار 24 ساعة المكتبين الأداء بتاع كده. عشان كده في خلال 2017 ما سمينا قطعة في قناة النصر ولا بثلاثة دقائق. عجيب والله. وده الحمد لله وشكر لله. بالإضافة لده الناس كثير طبعا الكلام اللي تقوله ده بتقاله. ميزانية ما ميزانية، في النهاية الإنسان أنت تعرف أنت برا. صحيح قدرا. صحيح. بالنسبة لأداء عملكم والناس طبعا مشاهدين حتى الآن الناس بتقول لك بالشاهد قناة النصر بكل وتيرة وفي كل زمن الناس بتابعوا قناة النصر ما فيش مشكلة. الآن أنتوا أداء عملكم في التقييم العام بالنسبة لأداء عملك، والآن أن إحنا دخلنا سنة جديدة 2018 سنة جديدة إن شاء الله، بالنسبة للناس المشاهدينك الناس المتابعينك بتقول لهم أداء عملكم هيكون كيف في السنة دي بمشيئة الله؟ الأداء العمل أن إحنا ما نقيمنا نقيم المشاهد، لكن أن إحنا عملنا خطة برمجية جديدة، وبالإضافة لداء قناة النصر إن شاء الله في المستقبل عنده 3 قنوات. 3 قنوات. أيوة. قناة النصر المستقلة الآن موجود. قناة النصر 24. صحراء 24. تمام. ده بينطلق من أم جرس إن شاء الله. تمام. دي كلها خطط مستقبلية. أما ما مشاهدة دي يقيمه المشاهد. تمام. يعني هسه حاليا عندك في أجندتك وفي في أهدافكم وفي خططكم كونوا قنوات النصر يكون 3 قناة. الآن 3 كلها مسجلة بطريقة رسمية. 3 قناة فضائية. أيوة من نورسات. كلام جميل جدا. الأمل هيبدأ دارين التمويل بس إن شاء الله. لا العمل ماشين كويس، يعني ما نقدر نقول لك اليوم وبكرة، لأنه الإنسان صحيح. اللي أنت بيدعمك ولا بديك ما تقدر تخطط له وكي تقول له كده، لكنها قريبا عاجل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله 3 كلها في 2018. في 2018 3 قناة بالنسبة للنصر. 2 بس فضلهم خلاص، الواحدة طبعا في 70% من نياتي بتاعته أنجز، صحراء 24. تمام جميل. وبتاعه ان شاء الله دي هتنطلق الصحراء هتنطلق من امجرس. نعم. كلام جميل. والنصر 24 احتمال تنطلق من السودان. احتمال تنطلق من السودان. النصر 24 تنطلق من السودان، النصر الصحراء تنطلق من امجرس بمشيئه الله. ده في خطتكم الجديده بالنسبه لقناه. نعم. لقناه النصر. مجموعه مؤسسه النصر. مجموعه مؤسسه النصر. لم نتحدث ان الجريده ايضا جريدتكم كان جريده ممتازه وجريده في متناول القراء، لكن في الاونه الاخيره اختفت الجريده. الجريده مش اختفى، بل انما خطه برمجيه لمؤسسة النصر. ما بنقدر نوزي كل إمكانياتنا نلقاه
في حاجات ما صحيح، لانه جريده ما بخششها استاذ، وانت عارف المجله تتعب انت بالذات يعني صحيح. السؤال اللي انت تجاوب عليه صحيح بامكانيات كبيره جدا. بعد ذاك ادارته صعب جدا. عشان كده جمتنا الجريده لفتره مستقبليه بعد ننجز الثلاثه مؤسسات، لانه ما وقته. والان الاعلام ذاته مشى لمرحله طفره زي ما قلت لك صحيح. الناس بتابعوا الالكتروني التواصل، مراكز التواصل بكل ما فيه، القنوات تلقى القناه في تليفونك. لكن الجريده قدر البتاع ما في البقره الجريده صحيح. الناس كلها بتتابع، والسوق هنا بالذات في السوق غالي جدا، وانت كونك تطلع برا في دول مثلا زياره وتلقى لك عندك جريده بتاعت اكات يقول لك لا لا لا, لا. دي ما جريدة صحيح، بيعرف يكون مجلة زي مجلات وكده، بكون على الأقل أنت ذاتك بكرامتك وحيبتك تمام لعدة أسباب. هنا وقفناه هنا تلقائيا يعني نعم. يعني بالنسبة عندكم الموازنة نعم. كون نعم. عندنا تلفزيون وعندنا نعم. إذاعة، وبعدين نشوفه ينوم من باب أولى كونه يستمر، ونوم من باب أولى نوقفه لمدة محددة وينطلق إن شاء الله نعم. نتمنى لأنه دي الناس يفهموها مؤسسة النصر مؤسسة خاصة صحيح، من حقه اليوم بوقف ده بيشغل في ده حسب معاه هما قراء حسب الظروف. نعم حسب الظروف تمام. القنوات العالمية والقنوات الخاصة، سواء أصلاً نظرنا إلى السودان قناة الشروق، قناة النيل الأزرق وغيرها من القنوات، حتى في مصر كل القنوات بتستهير هنا الإعلانات، لأن أنت بدون إعلان كقناة خاصة لا تستطيع أن تستمر. ده كثير، حتى الإذاعات عندهم الإعلانات كثيرة جدا، يعني من خلال الإعلانات واحد بتقدر بتدفع للموظفين بتاعك، بتقدر تشتري الأجهزة القديمة، عملية الإحلال والتبديل من خلال الإعلانات والدعايات. لكن ثقافة الإعلانات، ثقافة الدعايات في بلدنا ما موجودة جدا، ودي العملية اللي الآن بتواجه وسائل الإعلام الخاصة وخصوصا النصر أيضا، ولو عندها دعم من ناحية الإعلانات وناحية الدعايات ممكن تستمر أكثر من ده. فأنت بالنسبة لكم أنتم في النصر، وأكيد الدعايات والإعلانات موجودة ذاتها ما بصورة كبيرة جدا بتحدث أنا، يعني كيف نستطيع أن ننشر ثقافة الإعلانات وثقافة الدعايات بالنسبة للشركات، بالنسبة للممولين، بالنسبة لبعض رجال الأعمال الكبار؟ أستاذ علي السؤال وجيه جدا. لولا يتغير عقلية المدراء الشركات والمسؤولين والوزراء التشاريين عقليتهم، ما في مجال للإعلام، أقصد دعاية صحيح. ثقافة دعاية لصحيفة ولا إذاعة ولا لقناة بصوت عالي بتكلم عليك صحيح. أكثر مؤسستين موجودة اليوم مفروض يدعموا الإعلانات تيغو وسلتيل صحيح، وديل ما بطفوا إلا للجهة اللي هم دايرينه، وبمعنى تاني إلا للناس الفرنكوفونية صحيح، ما بده دعاية إطلاقا للأربفون يدوك دعاية استفزازية ب20,000 صفر، في حين أنه يوقعوا مع جهة تانية ممكن ب200-300 مليون صحيح. دي على الملا بتكلم، ولا لا حتى الآن لا ده وصحيح المشاهد ديل موجود صحيح. التجار بتاعتنا ايضا، انا ونسيبي اخو مرتي ولا بتاع عنده حاجه ندي دعايه شكليه ما بده دعايه لناس صحيح، عشان مجامله كل الشركات، ونتحدى شركه جاب دعايه صحيح. وانا برا بشجع شركه وادي كندي وقد عمل شركه بتاعت الدواجن قدر ادى للتلاجات صحيح، لكن الباقيين ده الجبن تعال في الوزارات، ما في وزاره، كل الوزارات، وزاره الصحه عنده ميزانيه بالنسبه للشركات الخاصه، كلها الشركات الخاصه والدوله ما في اعلان كويس. ما دام ما في اعلان، وزي ما قلت لك تيغو وسلتيل ما بدوا الا للجهه الفرنكوفونيه، وهم عارفين انه بتوصيات الباقيين اللي يعطوا بدي الا الجهات العربيه صحيح. وانا هنا دائمين العربيه كلها مؤسسات وناس مدراء جامعات ومدى بلا شنطه، ما عندهم اي حاجه، مساكين بلا مرتبه صحيح والله. وما عندهم شركات صحيح. او تلقى وكاله بتاع السفر بيجي يقول لك يا اخو ربنا ساعدني نساعده، لانه من تلقاء يعني صحيح ادمن من جواي حاجه فيه. لكن الباقيين كويس نقيف لوين؟ دونك انا هنا ضحايا صحيح. ضحايا العصر. أسأل إذا كان عرفنا أن إحنا ضحايا وضحايا وطبعا النقد توجهت بالنسبة للمؤسسة العامة التابعة للدولة أو المؤسسة الخاصة، أن إحنا بجهدنا كوسائل إعلام سواء الخاصة أو العامة، شنو الثقافة اللي نعملها عشان نوعي الناس دول كونه الإعلان والدعاية دي حاجة مهمة جدا، دي في جميع الدول اللي شغالين بها يا أستاذ؟ لا حياة لمن تنادي، منو توجهه؟ اتوجه عليه زولك مسكين وما عنده أي حاجة. نمسك عميد جامعة فيصل ولا بتاع ديل، ناس مؤسسات
أكاديمية وما عندهم أي حاجة منهم كم عندهم بدوك مليارات بيساعدوك صحيح لكن ما عندهم صحيح الباقين ديل زي ما أنت قلت لك بيفتكرون أنه اللغة العربية ذاته غزو قد يفهموا كويس يعني إذا كان بيطبقوا الزواجية في الرئاسة وفي المحلات يجوا في رئاسة تلوزة ما بيطبق في واحد وزير لا زال حتى لا يقول لكم يا أخي لا خلونا من كلام العرب بتاعكم الكثير لكن في هنا أنه من هنا ل 2023 ثورة ثقافية بالحوار نستر يعني نثبت وجودنا وجودنا رغم عن اي شخص صحيح تمام كلام جميل جدا بالنسبه لوسائل الاعلام الخاصه نحن عرفنا الان الاشكاليات وبالنسبه للدعم بتاعها عندها مشكله تواجهها انت بصفتك انت كوسيله اعلاميه خاصه من اضافه الى وسائل الاعلام الخاصه الاخرى شنو المعوقات الاساسيه اللي انت بتراها الان بتعيق الاعلام الخاص بتعيق الاعلام الخاص وعدم تقدمه بالنسبه للمجلات او الصحف بتنشا صحيفه وبعد بكره بتشيف الصحيفه دي اغفلت بابا السبب شنو الحلول شنو بالنسبه لكم واحد اولا سوق ما في سوق ما في ما في قراء يا استاذ علي وزير بقري صفحتين ما في يا اخي هذا موجود قراء ده واحد الا يوم اللي عندهم ذكريه ولا عندهم حاجه كده بتاع هذا المطابع خالي المطابع خاليه يعني بطبعوا صحيفه ب 1 مليون و120 ما حصل في تاريخ الدنيا دي كلها المطابع غاليه تمام قراء ما في والمطابع غاليه دي بتواجه الصحف الخاصه دي مشاكل اثنين ما في خطط يعني ثابته عشان الناس تمشي بيها يعني انت المفروض تنشي له قبل سنة 3 سنوات مجلتك تخطى فتره انت شغال فيه وعطيه بتاعه صحيح يعني ما في مصدر دخل ثاني معناته عندك بقريتين ثلاثه ولا عندك دكان ولا عندك بيت في امبوغو ولا تشتري تجيب تشيل لك عددين ثلاثه والناس بيضحكوا عليك لكن والله قاعدين بيضحكوا يعني صحيح كلام جميل جدا بالنسبه لوسائل الاعلام في كل دوله من دول العالم سواء الخاصه او العامه ترافق الدوله في عمليه التنميه ترافق الدوله في عمليه الوعي في عمليه المسيره الديمقراطيه ونحن وسائل الاعلام الخاصه في تشاد ايضا انت شايفها وانتوا ايضا كوسيله اعلاميه خاصه الان عندنا برنامج بسموه البي ان دي البرنامج الوطني للتنميه البرنامج الوطني للتنميه ده برنامج شامل وبرنامج طويل جدا والدوله الان بتسعى الى تحقيق هذا البرنامج كيف تسهم وسائل الاعلام الخاصه في مسانده الدوله لتنفيذ مشاريعها الإعلام البرنامج دي ماسكها الدولة والدولة عندها مؤسسة بسموها هيئة الإذاعة والتلفزيون أنا متأكد منه في خبراء متخصصين في مجال الإعلام في الإذاعة والتلفزيون كلهم إن شاء الله لكن ما بدوا المجال في كوادر مدفونة في الهيئة والإذاعة والتلفزيون على حسابنا نحن مدكة وكنت نقول على حسابنا نحن على حساب اللغة العربية مدكة لأنه زي ما أشاد الرئيس دريد دبي في أبشة قال الناطقين بالعربية أمتزوا عملا ووطنية دي غار يا أخوانا ما ممكن أن نحن ما منهم فيهم صحيح بنفس القدر الجانب الفرنسي برضو في ناس أكفة على أي حال في خباصة في حاجات دي بخلي البين للحد للآن جابوا للإعلام الخاص دعوات شاركوا لكن لا زال ماذا يجري وماذا تبتعد ما عندنا بولغ تمام دي إذا كان التلفزيون الأم الإعلام الحكومي بلد بمفاهيم كويسة ودخلهم في بتاع بشجين عن هنا ذاتنا تمام. لكن إذا مرموم بتاع هي تمام ده بالنسبة للمستقبل وده بالنسبة لتنفيذ مشاريع الدولة في المستقبل كيف تساند الوسائل الإعلامية الخاصة هذا المشروع لكن بالنسبة للسنوات المضت السنوات الفاتت شنو تقييمك لأداء عمل المؤسسات الخاصة لمساندة الدولة في مشاريعها في كل المجالات صاحب زي ما كلمتك أيوة. ضربت لك مثل بيبوكو هرام ضربت لك مثل بموضوع الداخل هنا التعايش السلمي بين الأديان يوم السلام ده يوم السلام بين المسيحية والمسلمين دي كل يوم ونشجع أستاذ دينار يعني كان ببلغ كل الإعلام بقول لهم يا جماعة عندنا يوم بتاع السلام والتعايش الديني بين الأديان الموجود في تشاد لا يوجد في العالم ودي بهذه المناسبة يعني نطلب من الله سبحانه وتعالى بسنة جديد شفاء العاجل لأبونا وشيخنا ومعلمنا الدكتور حسن حسين إن شاء الله ربنا يشفيه ودي كان واحد من الصفات الإعلام الخاصة عمله النيارات القبلية بين الرعاة والمزارعين الشؤة بتاعت الهجمة عند المغرودين والدتشات أنه تشات تكون بؤرة برضو كان الإعلام لعب دور صحيح مساهمتهم كانت مساهمة كبيرة جنبا بجنب لأنه ليش حفاظ أمن تشاد
امنيهم هم لصحفهم لمستقبلهم لعيالهم. اي برجال لشاد مش الصحف ما بتلقى ولا حاجه. دي كانت خطه اعلاميه موجوده، والاعلام ساهم بكثير في بتاع دفع عجله التنميه في كافه المجالات. الجناح صحي صحيح، جناح تعليمي. شوف يعني يعني الطفره اللي حصلت الفتره الاخيره دي نقدر نقول ما نقدر نقول 100% لكن 60% ساهموا في دفع عجله التنميه بحياه ديمقراطيه ماشي فيه بوسائل وسائل الاعلام الخاصه. هذا كلام جميل جدا. بالنسبه لوسائل الاعلام الخاصه احنا عرفنا دورها وساعدت الدوله سواء في عمليه العمليات الارهابيه اللي حصلت، سواء نقل الحقائق للشارع الخارجي كونه تشاد ما هي الدوله التي ترونها في وسائل الاعلام الاخرى كونه دوله مجاعه وحروب ودوله يصفونها دوما ب دوله يعني دوله ما مبشره، لكن استطعتم ان تنقلوا للعالم كون دولتنا دوله كويسه جدا ودوله مستقره. بالنسبه لكم انتم كوسيله اعلاميه خاصه ايضا الان بتشوفوا في استاذ الجاديه سواء الاذاعات او الصحف او حتى التلفزيونات حريه التعبير، شايفين حريه التعبير متوفره ولا لا؟ حريه لو انا قلتها ما في ظل صديق، لكن حريه التعبير الموجود في جاد لا يوجد في دوله من دول الجوار. ما حصل في 27 28 سنة صحيفة شالوها من ناس الأمن وراجعوه عشان تمشي المطبع. حصل؟ لا. ما في عمود زول بيكتب في عمود وشالوه ودوه في ناس الجهاز ولا في واحد من الأجهزة الأمنية وسجنوه لصنه عشان عمود بتاعه ده كده. كل الشكاوى اللي بيحصل بين أفراد لأن الإعلام انفلت زي ما قبل قلناه، لأنه ما مهني ما قرأ بيجوا بيسبوا للناس بقبائلهم بعرضهم، هم اللي بيكتبوا شكاوى ضدهم، وده ذاته ما حصل كثير الأربعة فقط، لكن حرية الإعلام الموجود موجود بكل بكفة لبول القانون وفتنا الحدود ذاته. فتنا الحدود، يعني نحن اليوم في تشاد الحمد لله عندنا حرية التعبير مكفولة. بالنسبة لحرية التعبير دي في ناس بيقولوا أدت إلى فوضى، في الآن في وسائل إعلام خاصة سواء الصحف او العربيه او الفرنسيه في فوضى، في فوضى في النشر، في فوضى في السب، في فوضى في الشتم لبعض الناس. كيف يمكن لوسائل الاعلام الاسم نقول لك ماشي في الفوضى دي، كيف يمكن توجيهها؟ كيف يمكن هذه الوسائل ان تلتزم بالميثاق القانوني بالاخلاقيات الاعلاميه؟ كيف يمكن توجيهها؟ اولا الفوضى فاتو استاذ ان احنا ما عندنا زي ما قلت لك كليات تدريب أو جامعات إعلامية زي ما ناس في الدنيا دي. دي خلى ناس شنا عمل كشري. وبقى ناس بدا مصاريفهم. انفلت. في حالة أنا علي قدر قول أبو كربر واحد يمس بكرامتي من حقي أنا نرد. صحيح. والتشادين ما بردوا في نفس الصحيفة ترد. عندك مقفول لك حق الرد. كيف؟ حق الرد. صحيح. وممكن حق الشكوى. صحيح. أنا كتب عنينا طالب منه تعويض 100 مليون، 100 مليون ده هو ما بهمته 20 سنه ذات ما قدر يكفوه. تعويض ادبي. ده لانه ما حصل، لان الناس بيساموه بخلوه، ده اللي خلاه، لانه قوه التسامح كلمه التسامح ده صحيح. لو موجوده الفوضى موجوده. ده كلام صحيح. الناس خليه ياخذوا حقوقهم، انت زول الاعلام ما بسمح لك انه انت تجرد في عرق انسان. تشتمه. او تعينه بعينه، فلان ابن فلان ده كان كده، لا كان كده، لكن ست كان كده ده كان في الماضي. كويس؟ عشان كده الانفلات ده ما بينفع، وناس بدل مصاريفهم ما بيجيب. عجيب والله. لو هو هم اللي بسألوا. ولو والله في ودي صوره بقول والله اللي ترى ابو كربور كتب عنك. بيشيلون 40,000 وبيشتم الزول. عجيب والله. وتك بيخلوه، وكثير مساس باسر كبيره في وزراء على مستوى حرم الدوله، الناس مسوا بكرامتهم، الناس خلوهم. سامحوهم. المفروض مسامحه ما يسامحوهم. خليه يشكونا اذا كان انسان عرض في ذول. اذا انت شكيت الثانيين بيخافوا بعد ده. صحيح. عشان ما في شكوى ده اللي خلى انفلات في البيجا بتاع موضوع يعني من المفهوم من كلامك اي انسان شتم سواء في صحيفه او في اذاعه او اي او في جريده حتى في وسائل الاعلام الالكترونيه في المفترض ما يخلوه على طول يرفعوا شكوى ضده. أيوة يثبت الكلام اللي قاله. هو للاسف استاذ ده بكون صاحبنا ان احنا ذاتنا كاعلاميين ما حسب وثقنا كلنا. صحيح. لكن كم انا شكوني واليوم اعترفت بخطا بتاعي واعتذرت لهم، بكره زول ثاني ما بكتب. صحيح. هو للاسف اصبح هو للاسف اصبحت تجاره، يعني واحد بيكتب حاجات عن شخص
بيشتم وبقول بيشتم وبقول لا الشخص ده انت انا في بعض الامور هنطلعها في العدد الجاي واصلا ما عنده شيء. يا اخي يا علي أصلاً. انا مش لمرحله اكثر من ده هسه حصل 3-4 سمعة النصر في شنو تعرف واحد يجي بعد ما يعمل مؤتمر صحفي وهو اساسا اعلامي ووقفه من النصر ذاته بيجي يقول لك يا علي يا اخي هنا عندنا برنامج بتاع قضيه للحوار وانا هنا نستضيفك بيشيل كاميرا من السوق بيشتري بيمشي بيصور حاجاته كله بيشيل 70-60 ألف وبزوخ هو اصلا ما في اصله ما في النصر وهذول ما بيجينا بغض يقول لك والله ناس النصر ده الحراميه او ناس كده حراميه دي الامثله دي موجوده ما لم القانون ياخذ مجراه والناس بياخذوا حقوقهم الفوضى بيكون موجود بل انما بيزيد اكثر من ده خلاص أنا احنا اظن المخرج يشير اليه الوقت او شك لكن لدينا اسئله كثيره جدا استاذ ابو بكر نريد ان نتحدثها والكلام اللي حدثنا عنه كله كلام جميل جدا بالنسبه لصفتك كان عايزين نسالك ان بعض الاسئله التي تخص التلفزه الخاصه بافريقيا لكن الوقت انتهى نخصص لها وقت ولكن على الاقل ممكن نتناولها في دقيقتين او 3 دقائق الان انت رئيس اتحاد التلفزه الخاصه في افريقيا وده شرف كبير جدا حدثنا عن التلفزه دي التلفزه دي تم تاسيسه في 2013 بمبادره من مجموعه قريب 7 تلفزيونات من اهدافنا عشان نلقوا وضع بتاعنا كاعلاميين في افريقيا المسؤول الافريقي وقت يجي من بي بي سي من فرانس 24 من الجزيره انه مؤتمر صحفي الاعلام كله يجي التلفزيون الوطني التشادي موجود وبسال بقول يا اخي ناس الجزيره ما جو الاهتمام بالاعلام الاجنبي اكثر من الاعلام الوطني الافريقي بنفس القدر بيشيلوا الصوره العكسيه السيئه عن افريقيا لقنواتهم اثنين حمايه لصحفيين بتاعتنا الكاميرامان بتاعتنا اذا حصلت في اي بلد من بتاع عندنا قانون خاص نتابعه أن نفرج عنهم كده وحمايتهم دي بخلينا حماية ممتلكاتنا معنينا واحد مؤسسات خاصة ما في مؤسسة أقل من $1,000,000 صحيح الناس بيشوفوها حاجة دي ساكتة لا 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 أرسلتنا ما في زول عنده قناة أقل من $1,000,000 صحيح القروج عشان نحمي بينا عشان ده قربنا للدول عشان الموضوع الربيع العربي ما يجينا شتاء الأفريقي في أفريقيا يعني احنا نقرب لدولنا من اجل شعوبنا مع الدول مع الحكومات صحيح يعني احنا الان 61 قناة تلفزيونية عادة فيها اول بتاع بقت في انجمينا في 2014 وتم اختياري انا لمدة 6 سنوات ما عشان انا كفو اكثر منهم وانا كان المفروض التكريم اللي هم كرموني عليه وعلى الاجازه انه نكون انا قائد للشغلانيه دي كان يجي من تشاد لانه هم راعوا انه شخص بمؤهلاته العلميه البسيطه بقدراته الاعلاميه البسيطه يدير مؤسسه من الرونيوم لحد يمشي القمر قالوا خليه يخطنا لحد 2020 والفضل كان المبادره ذات برجع لي عشان كده عملنا هنا وشاركنا في تنصيب المشير البشير في الاحتفالات الفاتت ب10 قنوات شاركت ب4 قنوات في جمهورية مصر العربية شاركنا في جينيا إيكواتوريال آخر بتاعتنا أمس في جيبوتي والخطة لمصلحة مصورين بتاعتنا وللإعلاميين بتاعتنا وكتبنا وألزمنا الدول أنه من هنا وقدام يسمعونا الاخوان الثاني ما بينام ناس الجزيره وكذا وكل صحباننا اذا دارين بنشو دارين يعطوا بتاع ينتجوا ما ادى خليها دول التلفزيون الشادي ممكن ينتجوا من دوباب يجيب لهم صحيح لكن اذا كان هم بجوا وان احنا بدون رقابتنا خلينا احنا ننتجوا وهم يشتروا صحيح المفترض كده والحكومات ذاتهم مقابل ان احنا قريبتنا لشعوبهم في تظاهرات وحاجات دي خليها يدعموا سنويا حاجه وده بدا في بنين والحمد لله الان السنه اللي فاتت ادوا ميزانيه كبيره للقنوات الخاصه دي فكره القنوات الخاصه كلام جميل جدا كلام جميل جدا ونتمنى لكم التوفيق كلمه اخيره ممكن توجهها لزملائكم ما هي الكلمه التي توجهونها للصحفيين اولا انا شرف بالنسبه لي اليوم يحاورني علي قدرقي واحد من مؤسسي اذاعه النصر شكرا
وبالمناسبة أنا قبل أسبوع كنت في جيبوتي ولقيت صحفي بحاورني قال لي أنا من دفعة في جامعة في مع علي قدرقي. شكرا. النصر سؤال أنت سألتني قبل قلت لي ناس بيجروا، لا الناس ما بيجروا. إحنا أدينا مساحة للناس. أي زول يتدرب عشان يلقى فرصة لقدام يرجع لنا شرف. تمام. تخرجوا من النصر أو مرقوا من النصر سواء كان جو عبر التدريب أم بتاع 249 شخص. تمام. ديل قاعدين ملحقين إلى مين في السفارات؟ الله أكبر. ملحقين إلى مين في 9 وزارات الآن موجودة في نجمينا؟ بالإضافة لدي عندي 63 في الهيئة الإذاعة الوطنية. 63 شخص تخرجوا من النصر. أيوة. من تدربوا من مذيعين، من منتجين، من فنيين، ومن أقر أي صحفي بكل صوت عالي بقوله أي صحفي نجح في التلفزيون ولا في الإذاعة الوطنية. كان يا مرة بالنصر يا يتخرج من النصر. لا رسالتنا رسالتنا ما جرو بل إنما باب مفتوح لأبناء الوطن عشان يشاركوا وفي النهاية تاريخ. نعم. زي ما أنت تحب لنفسك تحب لأخوانك. صحيح والله. كل والفضل برجع يعني ليكم أنتم. لا مساهمة النصر. مشكرين. أيوة. أيها السادة المشاهدون مشاهدي برنامج قضية للحوار إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، ولكن في ختامها لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي في هذه الحلقة وهو الأستاذ أبو بكر محمد عبدالله برقو رئيس اتحاد التلفزة الخاصة في أفريقيا ورئيس مجلس إدارة مجموعة النصر. نشكر الأستاذ أبو بكر. لا شكرا لك.